وين خلاتني عطاتني بالك نفس جديد باش ندير بالك غرون سيزون وين دينا الدوبلي. صح نشوفوا الانصار تاع الوداد البيضاوي المقابله اللي فاتت، حكي لنا واش كنت تحس. انا شوف اسمع الحس برك. والله يا اخي شوف انا لعبت في افريقيا وين كان ضغط كبير، والضغط الكبير ما كاش كيما ضغط كبير تاع سان جوي مولوديه اللي شمه، سواء مولوديه سواء اللي شمه لعبت منه من نكذبش عليك انا كان ضغط كبير هنا، وين حسيت باللي صح الانصار تاعهم يوقفوا معاهم. مام انصار اتحاد العاصمه شافوا قال لك انصار بارمي لي ميور بالك في لو مومونت. صح انا ما نكذبش عليك انا في بريمي ميطون لعبت في جهتهم، وين خرجت بين لي ميطون انا ما قيل في التيران ما نسمعش، مي كي خرجت في غرفه الملابس وين حسيت بدنيا بدا يوجع باش فقت بالك كي دخلت للدار وداك عاودت وليت ولات لي حادثه، تفكرت باللي صح بالك الحس تاعهم هو اللي وجع لي ودني اكثر من تاع مولوديا ولي سما سيرتو الديربي هذا اكثر يا اخي اكثر اكثر. هما شغل فارق شوف في المغرب اللي تيرا تاعهم مام لا مونتاليتي تبدلت، مام شفت تيرا سي لا كوميتي سيبورتر سي لورغانيزاسيون كدا من اللي خلات بالك يكونوا احسن منا. مام حنا تاعنا انصار مي بالك ما كاش لورغانيزاسيون برك. صعب تقدر تقول لهم كلمه للانصار الوداد البيضاوي يا اخي راهم مشكورين تانيك خاصه هما وقفوا من الفريق تاعهم راهم مشكورين. مام على بالي العلاقه الوطيده بين انصار اتحاد العاصمه ووداد البيضاوي دائما خاصه لي كولير كيف كيف على بالي عندهم علاقه وطيده بيناتهم، ان شاء الله يوقفوا مع الفريق تاعهم وراهم مشكورين للعمل اللي راهم يقوموا به.